اي الاصفر عندنا ازرق اصفر وردي اخضر، اي لون اي ظرف يعني؟ الاصفر. الاصفر خلينا نشوف الاصفر، والاصفر باختيار صندوق اخر، اختاري غير صندوق، يبقى لك الاخضر والوردي. اختار الاخضر. تختارين الاخضر، والاخضر بهم اربعة اظرف نفس اللون، اخضر وردي ازرق اصفر. اختار الاصفر. الاصفر خلينا نشوف. الاصفر الاصفر. طبعا الف الف مبروك يا حياتي هناء، وربحتي وياي ليره الذهب. الف الف مبروك هناء. مبروك مبروك عيني هناء. مبروك مبروك الليره يا هناء. شكرا. مبروك، صرفيها بالعافيه يا رب ان شاء الله.